صباح الخير، عربية نيسان صاني 2003 1300 سي سي. ظهرت عندي مشكلة في الار بي ام، انه مش مستقر خالص، بيعلى جدا وبعد فترة من التحرك بحوالي نص ساعة بينزل اقل من 500 لفة. المشكلة دي ظهرت بعد تنظيف البوابة واختفت، وبعد كده غيرنا في موبينة باظت غيرناها، ظهرت المشكلة. رحنا لكذا ميكانيكي، ظبط الكمبيوتر، عمل ريسيت للكمبيوتر، وغيرنا حساس الكامة وحساس المراوح الحرارة، ونظفنا البوابة، والمشكلة ما زالت موجودة. دلوقتي أنا الصبح أهو خالص، وهبدأ أدور العربية عادي. العربية كويسة جدا عند 1000. موضوع البطارية ده، اللمبة منورة، لما بدوس شوية على البنزين بتطفي. هروح اصور الموتور. دي الموبينة اللي اتغيرت، ده حساس المراوح اللي اتغير، ده اتغير، وده شكل البواب. العربية دلوقتي مستقرة كويسة جدا يعني. هقفل ونشوف لما امشي بالعربية ايه اللي هيحصل. انا رجعت تاني جوه، العربية مستنيها تسخن. مش عارف ده وقت طبيعي انها تسخن ولا ايه، عشان الجو برد. بدأ مؤشر الحرارة يتحرك شوية اهو. هبدأ أتحرك. طيب أنا هفصل عشان أعرف أسوق، ولو حاجة اتغيرت هصور تاني. مشيت كيلو تقريبا، انا دلوقتي ماشي. العربية اعتقد بدأت تعلق دلوقتي، بس هقف واوري حضرتك عدد لفات الموتور بقت عاملة ازاي.
العربية حاليا سايق العربية في المور. العربية عاملة ازاي؟ طبعا العربية بتاكل بنزين كتير جدا، وطبعا بدوس فرامل كتير جدا برضو. تاني وضع الان سيكو ده الوقوف، عربية عالية جدا. انا هقف على جنب ولا حاجة. أنا كده في وضع الوقوف، العربية عالية جدا. لو دوست دي أنا واقف، هرجع للإن. ده مش دايس بنزين، العربية مع نفسها. دوست ار، رجعت للإن. هجرب ابطل وادور. بان جدا طبعا هزت العربية في بعد التبطيل. العربية بدأت تبطأ شوية، بس طبعا مش الوضع الطبيعي. جرب ابطل وادور تاني. بتهدى شوية. طب أجرب أبطل وأدور تاني. زي ما حضرتك شايف بتوطى، كل ما أدور وأبطل بتوطى. بعد تقريبا تلت ساعة العربية هتوطى خالص لوحدها لتحت 500. هصورها لحضرتك. هصور تاني. العربية وطيت جامد. بص هيك فين لوحدها، واحد ما بطلتش من آخر مرة. همشي شوية وهقف شو أوري حضرتك هي في الوضع النورمال. ده الوضع النور، أنا واقف خالص. العربية بتقرب تبطل خالص. أنا كده ركنت.
العربية واطية جدا، أجرب أبطل وأدور. العربية بتبطل. دوس هنا بنزين. عربية واطية جدا. شكرا.